بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل شرح المحاضرة الخامسة من محاضرات كورس الباور سيستم سويتش جير اند بروتكشن، واللي نتكلم فيها عن اللو فولتج سيركت بريكرز. تكلمنا في الجزء السابق عن مقدمة ونظرة عامة على اللو فولتج سيركت بريكرز، وبنتكلم في هذا الجزء عن اول نوع من هذه البريكرز، المينيتشر سيركت بريكر او الام سي بي. فإذا بندرس بالتفصيل مبدأ عمل وخصائص وتطبيقات المينيتشر سيركت بريكر. طيب، هذه هي شبكة اللو فولتج نتورك اللي شفناها سابقا. فأول نوع بنتكلم عنه هنا هو الام سي بي، وعادة يكون مكانه هنا في النتورك في المرحلة النهائية، واللي يبدأ بعدها توزيع الباور إلى الأحمال في أي منشأة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو غيرها. فنلاحظ وجود الـ MCBs في الـ Consumer Unit بهذا الشكل، بحيث كل بريكر يكون مسؤول عن سيركت معينة داخل المنشأة. مثلا هذا البريكر خاص بإنارة غرفة رقم 1، وهذا البريكر مثلا خاص بمكيف غرفة رقم 2 وهكذا، وهذا البريكر الرئيسي وبرضه من نوع MCB ولكن عنده Rated Current أعلى. وهذه أنواع وأشكال مختلفة للمينيتشر سيركت بريكرز من عدة مصنعين، مثلا سيمنز وشنايدر وغيرها من الشركات. طيب، احنا عرفنا سابقا ان احد اهم عيوب الفيوز انها تحتاج لاستبدال كامل بعد ما تفتح السيركت، لانها تنصهر تماما وتكون open circuit. اما المينيتشر سيركت بريكر فهي تعمل تلقائيا كمفتاح يفصل الباور عند حدوث اي اوفر كارنت في السيركت، يعني بعد حدوث الفولت او الاوفرلود الـ MCB ما تحتاج اي استبدال، فقط نحتاج نعمل لها كلوز وترجع السيركت للوضع الطبيعي. فالمينيتشر سيركت بريكرز حاليا حلت مكان الفيوزز في اغلب الابليكيشنز اللي يكون فيها استخدام الفيوز غير عملي، مثل البانل بوردز الموجودة في المباني السكنية والتجارية وغيرها من التطبيقات. فهذه الـ MCBs يكون حجمها صغير، وتكون الكرنت ريتينجز لها بين 10 امبير و 125 امبير. ومثل ما شفنا في الفيوز، اللو فولتج سيركت بريكرز بشكل عام لها نطاقين في مبدأ العمل، اما ان يكون بسبب اوفرلود وهذا ما يسمى بالثيرمال بروتكشن، او يكون بسبب الشورت سيركت وهذا يسمى بالماجنتيك بروتكشن. فهذا هو المبدأ الاساسي للنطاق الاول، الثيرمال تريب. المادة اللي يتكون منها اللسان المعدني أو البايميتاليك ستريب لها معامل تمدد حراري، وتتأثر بالحرارة بهذا الشكل، فيحصل لها تمدد أو تقلص تابعا لتأثير الحرارة. ففي حالة الكرنت الطبيعي البايميتاليك يكون في حالته الطبيعية ومتلامس مع هذه القطعة بهذا الشكل، وبالتالي يعمل كلوزنج للسيركت. أما عند زيادة في الكرنت عن الحد الطبيعي بالتأكيد تزداد الحرارة تبعا لزيادة الكرنت، فتتغير وضعية هذا ستريب ويفتح السيركت بهذا الشكل. طبعا سرعة الفصل تكون تدريجية وليست لحظية، وتكون تبعا لقيمة الزيادة في الكرنت. فلو كانت الزيادة في الكرنت عالية فالفصل بيكون تدريجي لكن بشكل سريع، أما لو كانت الزيادة في الكرنت قليلة فبياخذ وقت أطول عشان تتغير وضعيته ويفصل. فواضح هنا الفرق بين الـ MCB وبين الفيوز. هنا تغيرت وضعية الستريب بسبب الحرارة وفتح السيركت، أما في حالة الفيوز فالمادة المكونة للفيوز تنصهر وتذوب تماما وتفتح السيركت. فإذا في حالة الفيوز استفدنا من ظاهرة فيزيائية وهي انصهار مادة الفيوز بسبب الحرارة، أما في حالة البريكر استفدنا من ظاهرة فيزيائية أخرى وهي تمدد مادة البايميتاليك ستريب بسبب الحرارة. فهذا التأثير يعبر عنه بالتايم كارنت كاركترستكس للبريكر. فهنا منطقة الثيرمال تريب اللي هي المنطقة التدريجية وتسمى اللونج تايم ديلي، وهذا هو البايميتاليك ستريب. فكلما زادت قيمة الأوفرلود ستريب هذا يتأثر بالحرارة بشكل أسرع، وبالتالي يغير وضعيته بشكل سريع ويفصل السيركت. أما في حالة الشورت سيركت يعني كارنت عالي جدا، فنطاق عمل البريكر يكون في الماجنتيك تريب، ولا ينتظر أصلا أن الزيادة تدريجية وحرارة وبايميتاليك ستريب والكلام هذا، فالفصل يكون لحظي وبشكل سريع جدا من خلال الماجنتيك تريب.
ففي حالة الكرنت الطبيعي الكرنت اللي يمر هنا في الكويل غير كافي انه يجذب طرف الكونتاكت، اما عند مرور كرنت عالي جدا يعمل ماجنتيزيشن لهذا الكويل واللي يجذب هذا الكونتاكت، وبالتالي يتسبب في فصل السيركت بشكل سريع جدا. فهذا هو الكيرف الخاص بالماجنتيك تريب في هذه المنطقة، هو هذا الكويل، وهنا زمن الفصل صغير جدا بسبب مرور قيمة كرنت عالية جدا. فعندنا هنا عدة أشكال للمينياتشر سيركت بريكرز، إما يكون سينجل بول يعني بريكر فقط يحمي اللاين ولا يحمي نيوترال، وهذا طبعا في السينجل فيس، أو يكون دبل بول البريكر يكون مصر على تو لاينز أو لاين ونيوترال، وهذه برضو في السينجل فيس. وعندنا ثري بول البريكر يكون مصل على كل ثري فيسز L1 وL2 وL3، وهنا فور بول عندنا نيوترال L1 L2 وL3، وهذا طبعا يستخدم في الثري فيس. طيب بالنسبة للتايم كارنت كاركترستكس للمينيشر سيركت بريكر، البريكرز بشكل عام يجب أن توصف بتو بارامترز مهمة جدا. البارامتر الأول اللي هو الريتد كارنت، يعني أقصى قيمة للكارنت اللي يقدر يمررها البريكر بدون ما يبدأ في الثيرمال تريبينج. أما البارامتر الثاني هو الشورت سيركت كاباسيتي، وهي أقصى قيمة للفولت كارنت يقدر يتحملها البريكر ويفصل بدون أن يحصل له دمج، وهذا هو الماجنتيك تريب. فكل مينيتشر سيركت بريكر لازم تكون هذه البيانات مطبوعة عليه. فقلنا هنا منطقة الثيرمال تريبينج الخاصة بالأوفرلود، وهنا منطقة الماجنتيك تريبينج الخاصة بالشورت سيركت، وهنا في الإكس أكسس مضاعفات الريتد كارنت وليست قيمة الريتد كارنت. بمعنى لو كان عندنا الريتد كارنت لبريكر مثلا 50 أمبير، فهذه القيمة ليست 2 أمبير ولكن 2 مضروبة في الريتد كارنت اللي هو 50 أمبير، يعني هنا 100 أمبير. ونفس الكلام 10 هنا لا تعني 10 أمبير ولكن تعني هنا في هذه الحالة 500 أمبير، وهكذا. فنلاحظ هنا أن بريكر يقدر يتحمل إلى 1.13 ضعف قيمة الريتد كارنت الخاص فيه بدون أن يفصل ولا أن يبدأ أصلا في منطقة الثيرمال تريبينج، وهذه تسمى النو تريب زون. أما منطقة الثيرمال تريبينج فتبدأ من هنا من 1.13 ضعف الريتد كارنت إلى تقريبا 3 أضعاف الريتد كارنت. فكل هذه المنطقة هي منطقة الثيرمال تريبينج وخاصة بالأوفرلود، والفصل يكون فيها تدريجي بهذا الشكل. طيب فإذا وصلت قيمة الكرنت 3 أضعاف قيمة الريتد كرنت، بنبدأ في منطقة الماجنتيك تريبينج اللي هي منطقة الشورت سيركت، وتسمى منطقة الشورت تايم ديلي. فعملية الفصل سواء في منطقة الثيرمال تريبينج أو منطقة الماجنتيك تريبينج تعتمد على الريتد كرنت للبريكر إضافة إلى قيمة الكرنت اللي مر في السيركت. فعادة القيم ستاندرد للمينيتشر سيركت بريكرز الخاصة بالريتد كارنت والشورت سيركت كاباسيتي معرفة في هذا النطاق، يعني موجود عندنا بريكرز لها ريتد كارنت من 6 أمبير وحتى 63 أمبير، والشورت سيركت كاباسيتي بين 4.5 كيلو أمبير وحتى 25 كيلو أمبير، وعادة تكون 6 كيلو أمبير للتطبيقات المنزلية، أما 25 كيلو أمبير تكون للتطبيقات التجارية والصناعية. وهنا نطاق ثاني للريتد كارنت من 80 أمبير وحتى 125 أمبير، والشورت سيركت كاباسيتي إما 16 أو 25 كيلو أمبير. طيب فالمينيتشر سيركت بريكرز لها عادة 3 أنواع للتايم كارنت كيرفز، إما يكون بي كيرف أو سي كيرف أو دي كيرف، فكل نوع يناسب أنه يحمي لود معين. فمثلا لو كان عندنا أحمال إضاءة 20 أمبير ومكيف برضو 20 أمبير، فبسبب اختلاف خصائص كل لود بيكون البريكر اللي نركبه في أحمال الإضاءة مختلف عن البريكر اللي بنركبه على المكيف، رغم أن الكرنت نفسه في كلا الحالتين. فهذا هو الكيرف الخاص بالنوع بي، ونلاحظ من هنا أن منطقة الماجنتيك تريبينج اللي هي بسبب الشورت سيركت تكون في هذا النطاق بين 3 أضعاف وخمسة أضعاف الريتد كرنت، واللي يكون فيها فصل البريكر بشكل لحظي. فهذا النوع يستخدم عادة مع الريزيستيف لودز مثل أحمال التسخين وبعض الاندكتيف لودز الصغيرة اللي ما فيها ما يسمى السيرج كارنت أو ستارتنج كارنت أو الانرش كارنت،
يعني قيمة الكرنت تكون ثابتة طوال فترة التشغيل ولا تتغير أبدا، وهذا النوع يناسب أغلب الأحمال المنزلية وبعض الأحمال التجارية. طيب النوع الثاني هو السي تايب، وهو مشابه بشكل كبير للنوع بي، لكن الفرق هنا أن منطقة المغنتيك تريبينج اللحظية بدل ما كانت بين 3 و5 أضعاف الريتد كرنت الآن تكون بين 5 و10 أضعاف الريتد كرنت. يعني هذه المنطقة اللي هي منطقة الثيرمال تريبينج بتكون أطول في هذه الحالة. فهذا النوع مناسب للأحمال اللي فيها سيرج كرنت مثل لمبات الفلوريسنت وبعض الموترز الصغيرة. وطبعا هذه بريكرز تستحمل قيم شورت سيركت كرنت أعلى، فتستخدم في الهايلي اندكتيف لودز المستخدمة في التطبيقات التجارية والصناعية. طبعا معنى السيرج كرنت مثلا في المكيف أو الثلاجة أو أي جهاز فيه موتور، لما يكون الكمبريسر أوف قيمة الكرنت صغيرة جدا، فأول ما يشتغل مكيف قيمة الكرنت تكون عالية بشكل كبير، اللي هي ستارتنج كرنت أو تيار البدء أو تيار الإقلاع، وتستمر لمدة ثانية أو أكثر، وبعدين تكون شبه ثابتة إلى أن يطفي الكمبريسر وترجع لقيمتها الصغيرة، وتستمر بهذا الشكل. فكل ما اشتغل الكمبريسر يسحب قيمة كرنت عالية جدا مقارنة بقيمة الريتد كرنت لفترة زمنية صغيرة. فإذا لازم يكون عندنا بريكر يستوعب هذه القيمة العالية لهذه الفترة الزمنية القصيرة ولا يعتبرها فولت، لأن النوع بي قد يعتبرها فولت ويفصل، ولا يعقل أن كل ما اشتغل كمبرسر الموتر أو الثلاجة أو المكيف بيفصل بريكر. طيب أما النوع الثالث فهو الدي تايب، وهو نفس فكرة البي والسي، لكن منطقة الثيرمال بروتكشن تكون أطول، وتبدأ منطقة المغنتيك بروتكشن بين 10 أضعاف و20 ضعف الريتد كرنت. وهذا النوع يستخدم عادة مع الأحمال اللي عندها قيمة انرش كرنت عالي جدا ومتكرر، ويناسب بعض الأحمال الصناعية والتجارية، ويستخدم عادة مع أجهزة الإكس راي واليو بي اس سيستمز وأجهزة اللحام وغيرها. فهنا الفرق واضح بين الأنواع الثلاثة، منطقة الثيرمال بروتكشن وشكل الكيرفز متشابه، الفرق فقط في بداية منطقة المغنتيك تريبينج. النوع بي منطقة المغنتيك تريبينج بين 3 أضعاف و5 أضعاف الريتد كرنت، النوع سي بين 5 أضعاف و10 أضعاف الريتد كرنت، أما النوع دي بين 10 أضعاف و20 ضعف الريتد كرنت. طبعا تحديد هذه الخصائص بتو كيرفز يكون بناء على مبدأ التوقع أو احتمال أن بريكر يفصل بين هذه القيمة وهذه القيمة، لأن من الصعوبة تحديد قيمة ثابتة لوقت فصل البريكر عند قيمة كرنت معينة، فنستخدم عادة توقع أو احتمالية فصل البريكر في وقت بين قيمة وبين قيمة أخرى. فهذا جدول يلخص خواص كل نوع والتطبيقات والأحمال المستخدمة المناسبة لكل نوع. وطبعا ملاحظة مهمة هنا، كل الكيرفز الخاصة بالمينيتشر سيركت بريكرز بأنواعها لا يمكن تغييرها ولا إعادة ضبطها. يعني مثلا الكيرف الخاص بالسي تايب معروف ان المغنتيك تريبينج يكون بين 5 و10 أضعاف الريتد كرنت ولا يمكن تغييره أبدا. يعني ما نقدر مثلا نغير المغنتيك تريبينج إلى 7 أو 9 أضعاف الريتد كرنت، بخلاف المولدد كيس سيركت بريكرز واللي بنشوف خصائصه فيما بعد. إضافة إلى أن الـ MCB عنده فقط وضعيتين، إما يكون ON أو يكون OFF، وما عنده وضعية TRIP POSITION، وبنشوف معنى كلام هذا في جزء المولدد كيس سيركت بريكر. نفرض أن عندنا هذا الـ MCB، واضح من هنا أن نوع بريكر هو من النوع C والريتد كرنت 10 أمبير، وهنا الشورت سيركت كاباسيتي 6000 أمبير. يعني هذه هي قيمة الفولت كرنت اللي بعدها البريكر بيحصل له دمج. فلو مثلا بندرس الريسبونس لهذا بريكر عند عدة قيم للكرنت، مثلا 8 أمبير، 11.3 أمبير، 30 أمبير، 200 أمبير و7000 أمبير. وطبعا لا ننسى أن الإكس أكسس هو مضاعفات الريتد كرنت وليس الريتد كرنت نفسه، فنحتاج في البداية نحسب نسبة الكرنت هذه بالنسبة للريتد كرنت. في الريتد كرنت 10 أمبير، فبالنسبة ل 8 أمبير 8 على 10 يعطينا 0.8، وهنا 1.13، وهنا 3، وهنا 20، وهنا 700. فإذا عند الـ 0.8 البريكر يكون في منطقة النو تريب ولا يفصل أبدا، وعند الـ 1.13 برضو لا يوجد تقاطع ولا يفصل بريكر. أما عند 3 فالتقاطع مع الكيرف بين تقريبا 6 ثواني و40 ثانية، فبيفصل البريكر تقريبا بين 6 ثواني وبين 40 ثانية.
وعند العشرين البريكر يفصل بشكل لحظي. أما عند السبعمية فلأن عندنا الشورت سيركت كاباسيتي 6000 أمبير والكرنت 7000 أمبير فالبريكر بيحصل له دمج. طيب هنا بنعرف كيفية اختيار بريكر المناسب للود معين. فعندنا مكيف يشتغل على سنجل فيس 230 فولت ويسحب كرنت 15 أمبير وعنده قيمة ستارتنج كرنت 60 أمبير لمدة ثانية واحدة. المطلوب إننا نختار البريكر المناسب لهذا المكيف. فإذا من الأمور المهمة اللي لازم نعرفها عند اختيار سيركت بريكر الأوبريتنج فولتج. عندنا هنا 230 فولت سنجل فيس، فإذا نحتاج بريكر سنجل بول أو دبل بول. بالتأكيد نحتاج نختار الريتد كرنت لبريكر بناء على قيمة اللود كرنت، ونحتاج نحدد قيمة الشورت سيركت كرنت، وهذه نجدها عن طريق حسابات الشورت سيركت أناليسس. ونحتاج نعرف نوع اللود، هل هو ريزيستيف أو اندكتيف، وهل عنده ستارتنج كرنت ولا قيمة الكرنت ثابتة طوال فترة التشغيل، عشان نقدر نحدد نوع بريكر هل هو بي ولا سي ولا دي. فإذا في البداية بما أن مكان المكيف في السيستم هو في آخر مرحلة، فإذا نختار المينيتشر سيركت بريكر. وعشان نحسب الريتد كرنت لهذا الام سي بي نضرب هنا في السيفتي فاكتور ويعطينا 18.75 أمبير. وطبعا السيفتي فاكتور هذا يعتمد على الستاندرد المستخدم، لأن بعض الستاندردز مثلا تفرض 1.3 أو 1.2، وبعض الستاندردز تفرض أن البريكر لازم ما يكون متحمل أكثر من 80%. فبدون الدخول في هذه التفاصيل فبنفرض هنا أن السيفتي فاكتور 1.25. فإذا نقرب قيمة الـ 18.75 إلى أقرب ستاندرد، يعني 20 أمبير مينيتشر سيركت بريكر، ويفضل دبل بول عشان يحمي الفيس والنيوترال. طيب نيجي الآن لخطوة مهمة جدا، وهي اختيار نوع الـ MCB، هل هو B ولا C ولا D؟ فعندنا هنا ستارتنج كرنت 60 أمبير لمدة ثانية واحدة، فالبريكر لازم يتحمل 60 أمبير لمدة ثانية بدون ما يفصل، يعني 3 أضعاف الريتد كرنت. فإذا بنشوف الثري كيرفز اللي هي البي والسي والدي، وبنختار الكيرف المناسب بحيث الوقت المناظر لثلاث أضعاف قيمة الريتد كرنت يجب أن يكون أعلى من ثانية واحدة عشان نتجنب فصل البريكر عند ستارتنج كرنت. فلو نختار البي تايب عند 3 أضعاف الريتد كرنت البريكر بيفصل تقريبا عند 0.015 سكند، فإذا هذا البريكر غير مناسب. أما لو نختار السي تايب البريكر بيفصل تقريبا بين 5 ثواني وبين 30 ثانية، واللي هي أكبر من ثانية واحدة، فإذا هذا البريكر مناسب. ولو نختار الدي تايب البريكر بيفصل بين تقريبا 6 ثواني و40 ثانية، وهذا مناسب لكن يعتبر أوفر سايزنج للسيستم وبيسبب زيادة في التكلفة. وبرضو نحتاج نحدد قيمة الشورت سيركت كارنت كاباسيتي، وعادة في القطاع السكني 6 كيلو أمبير يكون مناسب جدا. فإذا المينيتشر سيركت بريكر اللي اخترناه عنده هذه الخصائص: 20 أمبير، سي تايب 6 كيلو أمبير، دبل بول، وطبعا نقدر نستخدم السنجل بول لكن دبل بول يعطينا مور سيفتي. فإذا هذا ما يتعلق بأول نوع من أنواع اللو فولتج سيركت بريكرز اللي هو المينيتشر سيركت بريكر. في الجزء القادم بإذن الله بنتكلم عن النوع الثاني من اللو فولتج سيركت بريكرز، المولدد كيس سيركت بريكر.